برحب بيكم، أنا آلاء أحمد، اتخرجت من قسم اللغة الفرنسية بكلية اللغات والترجمة جامعة فاروس، وبشتغل فيها حاليا مدرس مساعد تخصص ترجمة. يعتبر قسم اللغة الفرنسية هو من أوائل الأقسام اللي فتحت في كلية اللغات والترجمة، وهو من الأقسام المتميزة عن الأقسام الأخرى المناظرة في الكليات الأخرى، لأن القسم طبيعة مواده مختلفة، بتجمع ما بين العملي والنظري. طبيعة المواد بتختلف من مواد أدب، مواد أدبية، مواد حضارة، وبنركز أكتر على مواد الترجمة. والترجمة عندنا بتنشق إلى شقين، يا إما ترجمة شفهية أو ترجمة تحريرية. الترجمة التحريرية بتبقى في مختلف المجالات، مجالات زي مجال السياسة، مجال الاقتصاد، في الترجمة التقنية والترجمة العلمية. أما بالنسبة لترجمة المؤتمرات أو الترجمة الشفهية، فالطالب يدرس في الفرقة الثالثة والرابعة الترجمة التتبعية، مستويين منها، والترجمة الفورية في آخر سنة دراسية ليه. بالنسبة لخريج قسم اللغة الفرنسية، هو خريج بيتخرج من الكلية مش بس بيتقن اللغة الفرنسية كلغة أولى، لا، هو كمان بيدرس اللغة الإنجليزية لأنها متطلب جامعي إجباري على جميع الكليات في الجامعة، وكمان بيختار لغة أجنبية أخرى بجانب اللغتين دول. عنده يا إما اللغة الألمانية، يا إما الإيطالية، يا إما التركية، يا إما الصينية أو الإسبانية. بالنسبة لطريقة التدريس في القسم، فالطريقة فيه غير تقليدية خالص، هي بتعتمد على التقنيات الحديثة وعلى التطبيق العملي، خصوصا في مجال الترجمة. الطلبة بتدخل معامل اللغات وبتتمرن فيها على الترجمة الفورية والترجمة التتبعية، وبتدخل برضو المعامل علشان تاخد مواد زي مادة المحادثة اللي بتساعدهم على إتقان اللغة وإجادتها بصورة ممتازة. أخيرا أحب أقول إن قسم اللغة الفرنسية بيوفر فرص عمل كبيرة للطلبة. خريج قسم اللغة الفرنسية يقدر يشتغل أولا في مجال الترجمة، لأن التخصص عندنا بيبقى ترجمة، بيقدر كمان يشتغل في التدريس، بيقدر يشتغل في العلاقات العامة أو الشركات الانترناشنال، وكمان في السياحة والبنوك وغيرها من الشركات اللي بتحتاج إجادة للغة الفرنسية. في النهاية أحب أقول لكم إن أنا برحب بيكم في قسم اللغة الفرنسية. Bienvenue au département de français.